النهارده هنتكلم عن قصة من أكتر القصص اللي ضد الطبيعة اللي ربنا خلقنا عليها. هنتكلم عن أم قتلت ابنها عشان السلطة ولقبت بأم الخلافة العباسية، الخيزران بنت العطاء. يقال إنها إما جارية من اليمن أو جارية من المغرب، ولكن اللي يهمنا في القصة دي إنها كانت جارية من جواري الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور، وكانت شديدة الذكاء والجمال، وكانت برضو أديبة وشاعرة، والغريب إنها كانت دارسة علوم القرآن والحديث. ولما كانت جارية عند الخليفة المنصوري شافها ابنه الأمير المهدي وعجبته واتجوزها، ومن هنا حياتها تحولت من جارية لزوجة الخليفة المهدي بعد وفاة والده الخليفة المنصور. وفي الحقيقة كانت شخصية جريئة جدا وعندها قدرة كبيرة للتحكم في الأمور السياسية والسلطة، وخلفت من الخليفة المهدي ولدين، موسى الهادي وهارون الرشيد، وفضلت ورا جوزها الخليفة لحد ما أقنعته أنه يحط ولادها كورثة شرعيين للخلافة من بعد. يعني معناها اركن انت على جنب يا حاج. وكان ابنها موسى الهادي معروف عنه انه شخص صالح وحكيم وشهم، وكان في خلاف على طول مع امه عشان تدخلاتها في امور الحكم، خاصة بعد ما الخليفة المهدي سلم ولاية الحكم لابنه الهادي، وطبعا ده خلاها تغضب على ابنها غضب كبير. تعمل ايه بقى ست الكل بعد ما ابنها موسى الهادي مسك الخلافة؟ راحت لابوه الخليفة المهدي وحرضته ضد ابنه، وتخلي الخليفة المهدي يعني الحرب على ابنه الخليفة الجديد موسى الهادي، ويجبره انه يسلم الحكم لاخوه الصغير هارون الرشيد. ولكن رزق الهادي ان ابوه الخليفة الكبير يموت وهو في طريقه بالجيش عشان خاطر يحارب، وبكده الهادي ياخد الخلافة بشكل رسمي من ابوه بعد ما مات. طيب تسكت الست دي على كده؟ ابدا، برضو كانت بتتدخل في شؤون الحكم والسياسة، وكانت بتقعد مع القادة والوزراء، وابنها الخليفة الهادي مش عاجبه الكلام لكن مش قادر عليها، كان الحاج الخليفة الكبير قادر عليها. المهم انه طلب منها ما تتدخلش في امور الحكم، وكان بيقول لها قدر النساء ليس في الاعتراض على شؤون الحكم، وكمان حست هي منه انه يحاول يبعد اخوه الصغير هارون الرشيد عن الحكم، وحست انها هتفقد سلطتها واحده واحده على الحكم. وتذكر في كتب الطبري انها خططت لقتل ابنها بالسم ومساعده جواريه وهو مريض. كانت ست عاشقه للسلطه وشريره جدا، وبالفعل قدرت انها تتخلص منه ومات سنه 170 هجريه. وتذكر كمان ان هو حاول يقتل امه بوضع السم في اكلها، ولكنها اكلته للكلب بتاعها ومات هو بدلها. وبعد ما الخليفه الهادي مات اتولى اخوه هارون الرشيد امور الحكم، ولكن من حسن حظه المره دي ان امه ماتت بعد موت اخوه بسنتين بس. والسؤال هنا، هل الخيزرانة كانت فعلا ست شريره وعايزه تقتل ابنها عشان خاطر تنفرد بامور الحكم، ولا هي كانت شايفه ان ادارته لامور الحكم كانت غلط فكانت عايزه تتدخل وتصلح الموضوع ده؟ والسؤال الثاني، هل الخيزرانة فعلا ماتت موته طبيعيه بعد سنتين من تولي هارون الرشيد الحكم، ولا ممكن يكون هو برضو دبر قتلها زي ما قتلت اخوه وتغدى بيها قبل ما تتعشى بيه؟ يا ريت تشاركونا برايكم في الكومنتات. لو عجبك الفيديو ادعمني بمتابعه ولايك وشير، وشكرا لكم. سلام.